منطقة الجزاء، ظهير أيسر ممتاز، حلو 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 حلو، ظهير أيسر ممتاز سيد سالم، ويعني بطل هذا اللقاء، نجم الشباك لهذا اللقاء دودو الجباس، كلاكيت تاني مرة كما فعلها في الدقيقة 14 من الشوط الأول، فعلها في الدقيقة 11 من الشوط الثاني، وأضاف الرصيد التهديفي لفريق وادي دجلة في لقاء اليوم إلى الرقم 2، ويرفع رصيده الشخصي من الأهداف اللاعب دودو الجباس إلى الرقم 2. أدي الكرة مرة تانية، أدي العرضية مرت من الجميع، الجباس